هي فاطمة كشري وجليلة وشكران وخالتي فرنسا ونصرة. الفنانة عبلة كامل نجمة الضحك والدموع، واللي ما تعرفش إنها موجودة في عمل فني إلا وتتأكد إنك هتشوف أداء فني مبهر. بتحتفل النهاردة الفنانة عبلة كامل بذكرى ميلادها. هي مختفية عن الظهور في أي لقاء تلفزيوني، وآخر عمل ليها كان في 2018 وهو مسلسل سلسال الدم، إلا إنها حاضرة دايماً في ذاكرة جمهورها بأدائها المتميز، وكتير من البنات دلوقتي على تيك توك بيقلدوها ويمثلوا مشاهد من أدوارها. هند العبد كانت واحدة من اللي قلدوا عبلة كامل، لدرجة إن متابعيها أطلقوا عليها عبلة كامل الغلابة. ظهرت معانا في لقاء وده كان كلامها. اول حاجه عملتها بصراحه هو كان تعبير عن حبي لاستاذ عبله. ما كانش في دماغي اصلا شهره او اي حاجه، يعني هي اكتر من ان انا بحبها وكتير قوي، يعني من زمان ان هم بيقولوا لي شبه، بيقولوا لي عبله كامل الغلابه. ويا ترى الناس لما بيقابلوها في الشارع بيتعاملوا معاها ازاي؟ وقفني مثلا بيقولوا لي ناس غريبه، يقولوا لي هو انت ما تعرفيش ان انت مثلا فيكي من شبه عبله كامل؟ قال لهم بجد والله بجد انت شايفين الشبه ده؟ اه على فكره، يعني اللي هو يعني بفرح. واكيد اننا استغلينا فرصه وجودها معانا وطلبنا منها تقلد الفنانه عبله كامل. انا هقعد انفخ فيك انفخ انفخ فيك لحد ما يبقى عندك 80 سنه. انت مالكش كبير يا ليمبي؟ ماشي يا ليمب. طب انا كبيرك يا ليمب. في احلى من ذكر الله يا ولدي؟ مبروك، ربنا يعطيك خيرها ويكفيك شرها. ادي عليك كيف، ده انت الغالي ابن الغاليه. ادي عليك كيف يا ولدي، يعني لا سمح الله اذا كان الشيطان وزك كده ومشاك في الطريق العفش، قادر ان شاء الله ربنا يهديك. ورساله اخيره كانت حابة أنها توصل لها. بحبها ونفسي أشوفها. الفنانة عبلة كامل أول ما ارتدت الحجاب عام 2005 بدأت الشائعات تنتشر، قالوا أنها تعتزل الفن وأنها ندمانة على أدوارها، لكن طليقها المخرج أحمد كمال حسم الجدل وقال لنا في لقاء سابق: لا أنا مطلوب من الناس أن الأستاذ عبلة كامل كويسة جدا والحمد لله كويسة، هي مش عايزة تشتغل في الكورونا ومش قلقانة. أنا برضو قعدت سنة ونص من ساعة الكورونا ما اشتغلش تقريبا، ما شاركتش فقط إلا في الكيرة والجن المروان حامد يعني، فقط يعني ده الحاجة الوحيدة اللي شاركت فيها، لكن هي بخير والحمد لله. مش عايز اشترك في، مش عايز يعني تمثل في الفترة دي عشان الكورونا وكده وعشان الضغط العصبي بتاع الكورونا. هي نفسها هي في انتظار حاجة تستفزها كممثلة، دور كويس يعني وجديد وحاجة تليق بسنها بوضعها بظروفها وكده، هتشتغل. هي مش رافضة الشغل بس في شروط خاصة جدا يعني. يعني الفنانة عبلة كامل ما اعتزلتش الفن؟ لا، الكلام دي كلها إشاعات وغير صحيح أنها اعتزلت، وغير صحيح أنها بتندم على فنها أو خالص، بالعكس مبسوطة جدا بكل حاجة. وحتى كانت علقت قاعدة كده يعني على موضوع سلسلة الدم وبتاع، وقلت لها بتوعدتوا كم سنة قعدنا كتير نمثل، قلت لا ده الناس أنتوا مش عارفين، الناس يعني في نوعيه معينه من الجمهور بتشوف سلسله دم احنا ما نعرفهاش. فلما سالت قالوا لي اه الصعيد كله بيتفرج على سلسله دم، وقت سلسله دم مفيش حد بيمشي في الشارع يعني. طب يا ترى بتشوف الاعمال اللي جسدت ادوارها ازاي؟ فهي بتتكلم عن اعمالها وبتتكلم عن شغلها ومبسوطه باعمالها وبتقعد تفتكر حاجات خاصه بشغلها وكده، والموضوع يعني حي جدا جواها يعني. هي دي الحدوته وما فيها. الفنانة عبلة كامل لو اعتزلت هتقول لجمهورها، لأنها قالت في تصريحات سابقة إن من حق الجمهور عليها إنها تكون صريحة معاهم، ولكنها ما بتفضلش تظهر في أي لقاء تلفزيوني، وبتفضل بس تختار أدوارها المناسبة بكل عناية.